أحب اليهود يهب على القلب. يجوز تكرمون علينا شيخ بالإجازة في الذكر. وتلقفه العاقل. ولا يعرفه الدارسون. ايه ده؟ سامحوني انا قلتها مرة زيادة، ما كنتش اقصد سامحوني، معلش. سككن خلعن، اعمل ايه؟ سامحوني معلش، ما خدتش بالي. مالك يا حاج عوض، انت عملت ايه بس فيه؟ انا واخد الاذن بالذكر ب 548 مرة بس، وانا ذكرت 549 مرة وما خدتش بالي وخايف يزعلوا مني. ودي فيها ايه يا حاج عوض؟ عادي يعني لما ذكرت ربنا مرة، يعني ايه المشكلة؟ يعني ايه المخالفة في كده؟ عادي يعني؟ لا يا اخويا، ده مش عادي ولا اي حاجة، ده مصيبة كبيرة، وده في شرعتنا تبقى حرام ولا يجوز ومكروهة وغير مستحبة كمان. لو انت واخد الاذن من الشيخ مين يا حاج عوض؟ انا واخد الاذن من الشيخ طبرز كدس الله سره. لكن يا حاج اها منسقكم خلعوا نيصوا، ديت مش بتاعة الشيخ علي جمعة، مش المفروض تاخد الاذن منه يعني ولا ايه؟ ما هو عشانك فاشل، ما انتش فاهم حاجة. معلش فهمني انت ترعة المفهومية يا جنطرة العلوم، فهمني انت، علمني. ده اسمه سند متصل يا جاهل يا بقرة. يعني ايه يا حاج عوض؟ مش فاهم برضه. يعني سند يهب على القلب فيتلقفه العقل ولا يعرفه الدارسون. مش دي برضه يا حاج عوض بتاعت يهب على الرجل فيقع على العقل فيعمله البطن ولا يعرفه المهندسون، ديت بتاع ابراهيم ابو حسين ده ولا ايه بالظبط؟ قوم يا ابني انهني. انا عملت ايه بس يا حاج عوض؟ انا بقول لك قوم احسن لك. خلاص يا حاج عوض، خلاص يا حاج، مش هتكلم معاك تاني، ربنا يهديك. ربنا يهديني؟ ربنا يهديك انت. قوم جامد عليكم مراكب. ايه يا حاج عوض في ايه بس؟ ايه يابا؟ أعزائي المشاهدين متابعين قناة البهبهان في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، انتشرت صورة للشيخ أسامة الأزهري، واحدة بتطلب منه الإذن في الذكر، فكتب لها أذنت لك يا بنتي باسم العزيز، وقام خبط لها رقم كده اللي هو 658 مرة، معرفش يعني كان ممكن يكملهم 700. اللي أنا مستغرب له، ليه الموضوع ده انتشر فجأة كده والكل بيتكلم عنه والكل بينتقد؟ طب ما هو الموضوع قديم أصلا مش جديد، يعني اعتقاد الصوفية بأخذ الإذن بالذكر ده موضوع أصلا أساسي عند الصوفية. المشكلة بقى ان واحد زي الشيخ أسامة الأزهري هو اللي يعمل حاجة زي كده، ولما تيجي تسأل اي حد عن الموضوع ده هيقولك ذكر ربنا متاح، ولكن احنا بناخد اذن بالسند المتصل للبركة، ان لو انت ذكرت ربنا بدون اذن مش هتكون فيها بركة، ولكن لو خدت الاذن هيكون فيها بركة. ليه؟ كده كده. وتلاقي بقى اللي يكتب له يقول له والله يا سيدنا انا بسعى من زمان عشان اخد الاذن ومش عارف اخد الاذن. ما تعرفش بقى له فترة ما بيذكرش ربنا ولا ايه بالظبط؟ وانا ما كنت مش هعمل حلقة عن الموضوع ده لان انا شايفه موضوع عادي، الموضوع قديم اصلا، والمتصوفة معروفين بالهبد في كل حاجة. ولكن رد يا بحبحاني، رد يا بحبحاني، رد يا بحبحاني، ارد عليه يا جدعان؟ الموضوع مش محتاج رد اصلا، لان اغلب الناس عارفة ان ذكر ربنا متاح في اي وقت وباي رقم انت عايزه. ربنا ما امرش حد ان يؤذن لحد بالذكر، ولكن علوم المتصوفة لازم يأتي بجديد، انك لازم تكون تحت شيخك زي الكفن بالظبط، هو اللي يتحكم فيك بالذكر ويمنعك من اداء الذكر. ولو خالفت الكلام ده تبقى مطرود من مذهب التصوف، وكل اللي يقوله الشيخ لازم تراه على وجه الصحيح، حتى لو الحاجة اللي هو قالها دي انت شايفها تخالف الشرع. ليه؟ لان الشيخ يرى ما لا ترى، عنده نورانيات يا مولانا. ما خلصنا من موضوع الاذن بالذكر، تعال نشوف الاجازة في الذكر، انك تاخد اجازة عشان تأذن للناس يذكروا ربنا. رأي الشيخ علي جمعة في ذكر الاوراد بتاعت المشايخ، ايه الحكم في انك تقول الذكر بدون اذن؟ هو جائز بس مفيش بركة. خلونا نبدأ ونشوف الحبيب علي الجفري وهو بيطلب الإجازة في الذكر، وبرضه هنشوف علماء الطريقة التيجانية وهم بيطلبوا الإذن في الذكر أو الإجازة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجي نشوف.
هل يجوز قراءة أحزاب المشايخ بدون إذن؟ يجوز، لكن ما بتجيبش الأثر اللي بتجيبه مع الإذن، لأن سلسلة البركة مهمة. عندنا سلسلة اسمها عندنا سلسلة البركة. عندنا فين بقى؟ سلسلة البركة زي المية اللي ماشية في الخرطوم كده، فلما بناخد الإذن بتتفتح المية. مال بما أخذتم عن مشايخكم، عن أهلكم، عن السلسلة الشريفة السمانية، عن سيدنا الشيخ عبد القادر، عن ساداتنا الأنصار، عن أهل البيت، عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. أجزتكم. قبلنا الإجازة. ما أجزين إلا يعني حاجة كده. الله. في بعض كلام كده أنا نفسي مش فاهمه، بس دي هيقول لك إن دي إجازة لطلب الذكر. صيغة معينة في الصلاة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. في صيغة معينة في الصلاة سيدنا النبي. والله لعله يكون عارفة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا حبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه الكريم الذي أخبر عن ربه الكريم الله تعالى في كل نفس مئات ألف قريب وسلم. اللهم صل على الله هذه صيغة الفرج. قبلنا الإجازة. مال الإجازة الله يكرمكم. صيغة يعني صيغة كويسة، أفضل الصيغ إنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام جايب حاجة كده من عنده، دي افضل الصيغ. يعني ما وردش عليهم مثلا حديث ان الصحابه سالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له يا رسول الله كيف نصلي عليك، فاكيد الرسول صلى الله عليه وسلم هيقول لهم افضل صيغه اللي قاله الرسول هي افضل صيغه المفروض. يعني ده اللي انا اعرفه، ان الكلام اللي الرسول يقوله دي افضل امر تاخده، افضل من اي شيخ، افضل من اي عالم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي صيغة أفضل، اللي قالها الشيخ ولا اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، بياخد إسناد إجازة في الذكر. تكرمون علينا شيخ بالإجازة في الذكر، نتبرك بأخذ الإجازة. هل على حضرتكم؟ نعم. عشان مجاز الكلام مش مفهوم، يعني ما كلام مش مفهوم. المهم انه هيدوله الإجازة. مين من الصحابة طلب من رسول الله إجازة في الذكر؟ بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤمنون بالغيب برضو الآيات اللي بقولها مش مفهومة، يعني ما لغته مش عربية يعني. مدد يا مولانا مدد. كمل الفيديو للآخر أنا معاك. يا رب أمك تفين ينكت على نفسه وأنا أوفى بالمعاهدة فسيؤتي أجرا عظيما. صدق الله العظيم العظيم بالله ربا. احنا نعمل للحاج عوض طريقة جديدة غير الطريقة الأولانية العوضية، لا نعمل طريقة جديدة. اللي عايز إجازة في الذكر يضغط شباك. تعالي وسعيد سعادتنا والله على ما نقول وكيل حسن الله الله. دي إجازة في الذكر، يعني ده مش إذن بالذكر، لا إجازة في الذكر. يعني أنت دلوقتي لو عايز تاخد إذن تاخده من الحبيب علي الجفري أو تاخد منه إجازة وتأذن بيها أنت، ما زي الخرطوم كده لازم البركة فلان عن فلان عن فلان عن طبرز. اللهم سددنا على الحق، اللهم سددنا على الحق، اللهم سددنا على الحق، اللهم سددنا على الحق، اللهم سددنا وسددهم على الحق، بجاه من انزلت عليه سورة الفاتحة. خلاص كده. بارك الحمد لله على لقائكم. بارك الله فيك. ايه 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 ايه
وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، وعند الله تجتمع الخصوم. ذكر ربنا مشروع في اي وقت وباي رقم كما تشاء، ما تستناش تاخد الاذن من حد. فيش حاجة اسمها لو خدت باذن فيها بركة ولو ما خدتش الاذن ما فيهاش بركة، والكلام البطيخي ده خالص. سلام عليكم. سأقطع كل من عادى رسولي، وأبطر كل حبل للوصال، وأقليه وأبغضه جهارا رجاء للمثوبة فيه.